السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثالثة متوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا، معكم الأستاذة ياسمين، وإن شاء الله اليوم رح نشوفوا الفرض الأول في مادة العلوم الطبيعية والحياة. إذن فرض الفصل الأول. إذن أبنائي، بما أنه في مادة العلوم رانا نقرأ على الزلازل، إن شاء الله رح نشوفوا هذا التمرين ولا هذا عفوا الفرض وما يحتويه من دروس للفصل الأول. إذن يلا نبدأ على بركة الله، نشوفوا تمرين أول عليه 6 نقاط. أثناء مطالعتك لمجلة علمية متخصصة في علوم الجيولوجيا، لاحظت المخطط الواحد المقابل، يعني هذا المخطط الذي أمامنا. اعتمادا على مكتسباتك، اكتب بدل الأرقام المصطلحات العلمية المناسبة. إذا لاحظوا أبنائي في الوثيقة ولا المخطط الأول، عندنا 1 ماذا يمثل؟ عندنا كذلك 2 ماذا يمثل؟ 3 ماذا يمثل؟ و4 ماذا يمثل؟ مفهوم؟ سهلة وبسيطة. يلا السؤال اللي بعد يقول: سمي الظاهرة الجيولوجية المدروسة، معناتها هذه الظاهرة وشنو هي؟ ثم حدد 3 أمثلة مختلفة لآثارها على سطح القشرة الأرضية، يعني الآثار تاعها ولا ما واش تسبب هاته الظاهرة الجيولوجية. يلا نروح للتمرين الثاني، يقول عليه 6 نقاط: لأجل دراسة العلاقة بين شدة الزلازل على السطح ومقدارها وعمق بؤرتها، تم إنجاز تجربة مخبريا نتائجها كما يلي. يلا أبنائي، ما هي التجربة؟ مقدار زلزال بسلم ريشتر، عمق البؤرة بالكيلومتر، وشدة الزلزال على السطح. لاحظوا لهنا لازم نعرفوا نقراو مليح الجدول تاعنا. إذا لهنا مرتان وأنا ندير نفس مقدار الزلزال، إذا مقدار الزلزال بسلم ريشتر درته 2 مرات 9، ودرته كذلك 2 مرات 7، مفهوم؟ لكن لاحظوا عمق البؤرة بدلت، مرات عمق البؤرة كانت غميقة جدا 400 كيلومتر، ومرات كانت صغيرة 10 كيلومتر. نفس الشيء كي درت مقدار الزلزال على السلم ريشتر 7، بدلت العمق البؤرة، مرة درتو 200 كيلومتر ومرة درتو 3 كيلومتر. يلا نشوفوا شدة الزلزال على السطح، معناتها كيف كانت شدة الزلزال كي درت المقدار وعمق البؤرة. نفس الشيء المقدار عمق البؤرة، مرة شدة الزلزال كانت ضعيفة كبيرة ضعيفة كبيرة. راح نحللوا هذا الجدول مع بعض. إذا أول سؤال يقول: اشرح الفرق ما بين شدة الزلزال ومقداره، يعني مقدار الزلزال وشدة الزلزال ماشي كيف كيف، راح نشوفوا الفرق. اعتمادا على تحليلك لنتائج التجربة، استخلص العلاقة بين مقدار الزلزال وعمق البؤرة وشدة الزلزال، معناتها راح نشوفوا العلاقة ما بين هاد الثلاثة. يلا أبنائي نروح للتمرين الأخير عليه 7 نقاط. يقول: تلميذان في السنة الثالثة متوسط في حوار علمي اختلف في تسمية وتفسير تشوهات القشرة الأرضية. يلا هذه فقط ما يشمل، لكن الوثيقة الأولى هي تشوه للقشرة الأرضية في مدينة ميلا، والثانية عندي رسم تخطيطي لأحد تشوهات القشرة الأرضية. أول سؤال يقول: سمي لهما هذه التشوهات، فسر لهما سبب اختلاف هذه التشوهات. ملاحظة، نقطة لتنظيم ورقة الإجابة. إذن يلا أبنائي نبدأ ونصحوا هذا الاختبار، عفوا هذا الفرض في مادة العلوم الطبيعية والحياة مع بعض. إذن يلا أبنائي نبدأ بالتصحيح مع بعض. أول سؤال يقول: أكتب بدل الأرقام المصطلحات العلمية المناسبة. لازم علينا نعرفوا نديروا المصطلحات تاعنا ولا حافظين المصطلحات تاعنا. إذن أول مصطلح نشوفوا راه وين جاي، راه جاي الفوقة، إذن الأرض تاعي تبدأ منا، هذه الباطن وهذه سطح الأرض، إذن هذا وش أسميه؟ مركز سطحي، مفهوم؟ 2، هذا الشق ماذا أسميه؟ هذا أسميه فالق. 3، أمواج زلزالية، مفهوم؟ هي جاية على شكل أمواج. ورابعا عندي البؤرة، مفهوم؟ يلا سمي الظاهرة الجيولوجية المدروسة، ثم حدد 3 أمثلة مختلفة لأثرها على سطح القشرة الأرضية. إذا لاحظوا شنو هذه الظاهرة لنا حابين ندرسوها؟ هي الزلزال، مفهوم؟ إذا يلا ننصحوا مع بعض، الظاهرة المدروسة هي الزلزال، أعطي 3 آثار من آثارها. عندها آثار مادية مثل الخسائر في المباني، عندها آثار بشرية مثل القتلى والجرحى، وعندها أيضا تشوهات القشرة الأرضية مثل الفوالق، مفهوم أبنائي؟ إذا نعطوا 3 آثار يديرها الزلزال، مادية بشرية وتشوهات في القشرة الأرضية. يلا شفتوا بلي 6 نقاط تدوها بسهولة. نروحوا للتمرين الثاني، لأجل دراسة العلاقة بين شدة الزلزال ومقداره وعمق البؤرة،
درنا التجربة اللي درناها لكم في الجدول هذا، قلنا أبنائي مقدار الزلزال درته زوج مرات وبدلت عمق البؤرة، مرة كبير مرة صغير. نفس الشيء كي درت 7 مقدار الزلزال على سلم ريشتد، بدلت عمق البؤرة مرة كبير مرة صغير، وشفنا الشدة. لاحظوا أبنائي، كي درنا مقدار الزلزال على سلم ريشتر 9 والعمق كان يعني البؤرة كانت عميقة جدا، يعني تحت الأرض 400 كيلومتر، يعني عميقة جدا، شدة الزلزال كانت ضعيفة. لأنه علاش؟ لأنه البؤرة تاعي كانت بعيدة جدا، يعني المركز تاع الزلزال كان بعيد جدا. والعكس صحيح، كي درت مقدار الزلزال 9 وعمق البؤرة كان صغير جدا، مفهوم؟ يعني البؤرة كان بينها وبين الأرض 10 كيلومتر فقط، يعني قريبة على سطح الأرض، كان شدة الزلزال كانت كبيرة، مفهوم؟ نفس الشيء اللي هنا، مقدار الزلزال 7 والبؤرة عميقة جدا، ما نحسوش بزاف بالزلزال لأنه البؤرة كانت بعيدة علينا. والعكس صحيح، عندما تكون عمق البؤرة صغير فإن شدة الزلزال تكون كبيرة. هذا واش قالنا، اشرح الفرق. أولا يلا نشرح الفرق ما بين شدة الزلزال ومقداره، مفهوم؟ كاين فرق ما بين شدة الزلزال ومقدار الزلزال. إذا يلا أبنائي، الفرق ما بين شدة الزلزال ومقداره هو أن شدة الزلزال هي آثاره ولا الخسائر التي يخلفها الزلزال على السطح. إذا كي يقول شدة، عرفوا باللي الخسائر التي يخلفها الزلزال على السطح، وتقاس بسلم أمسكا. أما مقدار الزلزال، وشنو هو المقدار؟ هو كمية الطاقة. إذا تفكروا، الشدة هي الخسائر التي يخلفها الزلزال، أما مقداره فهي الطاقة المحررة على مستوى البؤرة على شكل أمواج زلزالية، وتقاس بسلم ريشتر، مفهوم؟ إذا هذه لا يجب علينا نحفظها، وإذا حبيتوا تفهموها أفهموا باللي شدة الزلزال هي الخسائر التي يخلفها على سطح الأرض، تقاس بسلم أمسكا. مقدار الزلزال هو كمية الطاقة التي تحررها البؤرة وتكون على شكل أمواج زلزالية، تقاس بسلم ريشتر. يلا، قال لنا اعتمادا على تحليلك النتائج، استخلص العلاقة بين مقدار الزلزال، عمق البؤرة، وشدة الزلزال. إذا نهضروا واش رانا فاهمين من الجدول. إذا يلا، يقولنا العلاقة بين مقدار الزلزال وعمق البؤرة وشدة الزلزال، كلما زاد عمق البؤرة وزاد مقدار الزلزال. يلا أبنائي نشوفوا، زاد عمق البؤرة وزاد مقدار الزلزال، كيف تكون شدة الزلزال؟ نقصت شدة الزلزال، معناتها قد ما البؤرة كانت بعيدة عليا قد ما الزلزال يكون ضعيف، والعكس صحيح. وكلما قل عمق البؤرة وزاد مقدار الزلزال، يلا نشوفوا، عمق البؤرة يقل، يلا هاي عمق البؤرة مثلا 10، وزاد مقدار الزلزال، يعني مقدار الزلزال يزيد، فإن الشدة تكون كبيرة، مفهوم؟ يعني الشدة تاعي تكون كبيرة لأنه البؤرة تاعي كانت قريبة جدا من المركز السطحي، مفهوم؟ يلا نروح إلى التمرين الثالث والأخير اللي يقول لي عندي لهنا الرسم الأول والثاني. لهنا أبنائي برك الرسم الأول موشي بان، وإنما راهو هكذا لأنه راهو بالأسود، يعني عبارة عن فالق. إذا التشوهات هادو دايما يمشوا مع بعض. إذا هذا عندي الطيات، هذا واش نسميه الفوالق. فسر اختلاف هاد التشوهات، علاش يعني عندي زوج تشوهات نوعين، عندي طيات وعندي كذلك الفوالق. اذا ابنائي، سبب اختلاف التشوهات يعني الفوالق والطيات هي نوعية الصخور، يعني نوعية الصخور في القشرة الأرضية، حيث تكون الفوالق في الصخور الصلبة والطيات تكون في الصخور اللينة. هذه سهلة جدا، مشي عليكم تحفظوها. إذا أبنائي نشوفوا، كي يكون عندي أنا صخرة يعني قاسية جدا، كي يجي الزلزال وش يديلها؟ يكسرها، مفهوم؟ إذا دي صرا لي فالق. والعكس صحيح، إذا مثلا الزلزال جاء وصاب الأرض لينة كيما تخيلوها بلاستيك، مفهوم؟ فإنه وش يصرا؟ في بلاست ما يكسرها، وإنما تتعبص، مفهوم؟ إذا تتشكل لي الطيات، يعني تولي عبارة عن طية. إذا أبنائي، هذا بالنسبة لفرض الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية.